احد المفتين التابعين لنا في الاخوان المسلمين قال لك يجوز قتله، يجوز جهاده. انتم طيب. ايضا اختلفتم مع الحزب الاشتراكي اليمني ولم تستوعبوا واهدرتم دمه. ورطنا الاصلاح وهو اللي اهدر دمه. نحن في المؤتمر لا ننكر ارتكبنا حماقات اننا لم نتعامل مع القضيه الجنوبيه بسبب توجهات التجمع اليمني الاصلاح الذي جاء حليف لنا بدلا عن الاخوان في الاشتراكي بعد صيف 94. نحن ارتكبنا حماقات كبيره فعلا لا ننكر، وكان من ورطنا هو التجمع اليمني الاصلاح. هي مراكز الروعة كانت موجودة معنا، هم من ورطوا الأخر الرئيس علي عبد الله صالح. نحن لا ننكر، نحن لا نبرأ أنفسنا مما حصل في الجنوب.